بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، كل عام وأنتم بخير. نستكمل معكم شرح منهج التاريخ للثانوية العامة القسم الأدبي، ونبدأ النهاردة معاكم في الفصل الثاني. بعد ما خلصنا الفصل الأولاني بنبدأ الفصل الثاني، وهو بناء الدولة الحديثة في مصر في مطلع القرن 19 وحتى الثورة العربية. الدرس ده هنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه عن فترة الفراغ السياسي، وازاي احوال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية، وحصل صراع بين القوى الثلاث اللي هي الانجليز والعثمانيين والمماليك، وانتهى الامر بفوز قوة الزعامة الشعبية واختيار محمد علي. اولا، ما هو احوال مصر في فترة الفراغ السياسي؟ اولا عشان نتكلم عن احوال مصر في فترة الفراغ السياسي، وهي الفترة من 1801 ل 1805، بنجد ان بعد خروج الحملة الفرنسية تطلع كل قوة من القوى الموجودة في مصر الى الاستيلاء على الحكم. طبعا دي قوى الاتراك وقوى الانجليز وقوى المماليك، كل قوة من دي لها هدف. برغم ان القوى دي كانت مع بعضها متحالفة ضد الحملة الفرنسية، ولكن بعد خروج الحملة بنجد ان هذه القوى بدأت كل منها تسعى لتحقيق مصلحتها على حساب مصلحة الشعب المصري. مثلا نجد أن الأتراك اللي هم العثمانيين، وهي القوى الأولى، تطلعت الدولة العثمانية إلى إعادة بسط حكمها على مصر وبسط نفوذها على مصر، وبالتالي لابد من القضاء على قوى المماليك ومحاربتهم وإخراجهم من مصر. أما القوى الأخرى وهي قوى الانجليز، فنجد ان انجلترا ايضا بتطمع في بسط نفوذها على مصر واحتلال بعض المواقع الهامه على شواطئ البحر المتوسط والبحر الاحمر، عشان عايزه تامن طرق مواصلتها الى الهند. لذلك لم تفكر انجلترا في الجلاء عن مصر، لم تفكر في الجلاء، لا، هي عايزه تتلكع، عايزه تقعد في مصر، مش عايزه تمشي. القوات الانجليزيه دي جت ليه؟ جت عشان تخرج الحمله الفرنسيه. طب ما انتهى الموضوع بإخراج الحملة، لماذا ظلت في مصر؟ لأنها تريد تأمين طرق مواصلتها، لذلك تلكأت إنجلترا في الخروج من مصر. القوة الثالثة هي قوى المماليك. المماليك كانوا بيطمعوا في استعادة حكمهم للبلاد بعد خروج الفرنسيين، وبنجد إن المماليك فكروا في الاستعانة بالإنجليز ضد الأتراك. طب هل أبدى الإنجليز أي معارضة؟ لا، لم يعترضوا، بل إنهم تركوا المماليك يعيشوا في هذا الوهم، وهو ان هم هيساعدوهم في يعني حلم عودتهم لحكم البلاد. بنجد ان موقف المماليك كان ضعيف، ويمكن ده اللي خلى المماليك يلجأوا الى طلب مساعدة انجلترا. لماذا كان موقف المماليك في حالة ضعف؟ اسباب ضعف المماليك بعد خروج الحملة. الاجابة بسبب: واحد، قلة عددهم نسبيا بسبب المعارك مع الفرنسيين. اثنين، انقسام صفوفهم بين جماعة مراد بيك وإبراهيم بيك. ثلاثة، اختلافهم حول معالجة الأمور في مصر بعد خروج الفرنسيين. بمعنى إيه؟ كان المماليك منقسمين إلى ثلاث فرق. فريق يرى التعاون مع الإنجليز والاستعانة بهم لحكم مصر، وكان يتزعم هذا الفريق الألفي. فريق ثاني يرى الاستنجاد بفرنسا، ويتزعمه عثمان بيك البرديسي. والاثنين دول أصلا، سواء الألفي أو البرديسي، كانوا تبع مراد بيك. الفريق الثالث هو الفريق الذي كان يرى الحياد وعدم محاربة تركيا، وهذا الفريق يتزعمه عثمان بيك حسن. وهناك يا أبنائي، كانت هناك قوى أخرى لم يعد أحد يأخذ باله منها أو يعمل لها حساب، ولكن هذه القوة لم تتصارع مع القوى الثلاث، ولكن كان لها دورا في تغيير الأمور في مصر. هذه القوة هي قوة الشعب المصري. هذه القوة لم تتصارع مثل الآخرين، ولكن كانت تنظر للأمور من بعد، وعندما جاءت الفرصة أظهرت نفسها وعينت محمد علي. طب هذه القوة وهي قوة الزعامة الشعبية كيف ظهرت؟ ظهرت من خلال الحملة الفرنسية. فنجد أن هذه القوة تبررت منذ الغزو الفرنسي، منذ الحملة، بسبب احتكاكها بجنود وعلماء الحملة، بسبب
دخولهم في تجارب الحكم من خلال الدواوين اللي عملتها الحملة الفرنسية، وخدوا فكرة المشاركة في الحكم، وأيضا من خلال الثورات اللي قاموا بيها أدت لظهور بعض الزعماء، من خلال المعارف الجديدة التي عرفوها من علماء المجمع العلمي، من الشخصيات التي ظهرت في قوى الشعب المصري. عندنا منهم مع عمر مكرم نقيب الأشراف، الشيخ محمد السادات من طرق الصوفية، عبد الله الشرقاوي من العلماء، محمد المهدي من العلماء، وأحمد المحروقي من كبار التجار. هذه القوى قلنا إيه؟ لم تتصارع، ولكن انتظرت الأمر عندما أتى وقامت بتعيين محمد علي. بعد خروج الحملة حدث الصراع بين الثلاث قوى. إيه اللي حصل؟ إن أول والي على مصر في فترة الفراغ السياسي هو محمد خسرو باشا، وده تم تعيينه بواسطة السلطان العثماني. بنجد في فترة حكم خسرو باشا عمل السلطان على التخلص من المماليك، فنجد إن هو قام بقتل عدد كبير من المماليك في أبو قير والقاهرة، وفي نفس الوقت قام بإيقاع الفرقة بين المماليك من خلال تعيين الألفي حاكما على الصعيد. طبعا هذا الوضع وهو قتل عدد من المماليك أدى إلى إيه؟ أدى إلى استعانة المماليك بالإنجليز، واتفق الاثنين على الانتقام من الأتراك. وفعلا تجمع المماليك في الصعيد لتنظيم قواتهم استعدادا للهجوم على الدولة العثمانية ومركز وجود الوالي العثماني في القاهرة. في ذلك الوقت نجد أن بينما كان المماليك يستعد لمحاربة العثمانيين بمساعدة من إنجلترا، رحلت إنجلترا. إزاي؟ إيه اللي خلى إنجلترا ترحل من مصر؟ اللي خلى إنجلترا ترحل من مصر إن هي لازم تنفذ بنود صلح أميان اللي هي عملته مع دول أوروبا في إطار الحروب الأوروبية. والصلح بينص إن إنجلترا تمشي من مصر في خلال سنة، والصلح ده معمول في 1802، يعني لازم يتم التنفيذ في 1803. تاني سبب خلى إنجلترا تمشي من مصر خوفا من غضب السلطان، ولأن فرنسا بقت علاقتها طيبة جدا مع الدولة العثمانية في الوقت إن الإنجليز بيساعدوا المماليك، فشعر الإنجليز إن ذلك يسيء إلى علاقة السلطان بإنجلترا، وسيجعل السلطان يرتمي في أحضان فرنسا. هنا إيه اللي حصل؟ قررت إنجلترا الرحيل من مصر حتى لا يغضب السلطان، وحتى تنفذ شروط صلح أميان. طيب، ما هي نتائج رحيل إنجلترا من مصر 1803؟ نتج عن رحيل إنجلترا من مصر 1803 توطد مركز العثمانيين في مصر. مش بس كده، ده بنجد ان خسرو باشا ارتفع شأنه، وهنجد ان الألف رحل من الصعيد الى انجلترا ليطلب من انجلترا العودة لمساعدة المماليك في حكم البلاد. كمان بنجد ان اشتعلت الحرب بين المماليك والعثمانيين في الصعيد. يبقى ابنائي الموقف الناتج عن رحيل انجلترا كان لصالح الدولة العثمانية. هنا في ذلك الوقت زي ما احنا قلنا تجددت الحرب في الصعيد، وبدأ المماليك يقومون بقطع الملاحة في نهر النيل. هنا بقى برزت شخصية محمد علي. محمد علي أصلا ظهر في فترة الفراغ السياسي وفترة اشتعال الحرب بين المماليك والعثمانيين، وكان محمد علي ذو نشأة أوروبية، وكان يعمل في تجارة الدخان قبل أن يلتحق بالجيش العثماني، فجمع بين الخبرة التجارية والخبرة العسكرية، وكان قائدا للفرقة الألبانية التي كان يضمها الجيش العثماني. الجيش العثماني كان مكون من عدة فرق مثل فرقة الانكشارية ودور الحرس الخاص بالوالي، وفرقة الأرناؤوط، وفرقة الألباني. محمد علي اصلا ده مش عثماني، ده هو الباني في بلد البانيا اللي كانت الدوله العثمانيه استولت عليها، ودخل الجيش العثماني والتحق بيه، وكان من ضمن الجيش العثماني اللي جه خرج الحمله الفرنسيه. هنا بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل في فتره الفراغ السياسي ان خسرو باشا عجز عن دفع الرواتب للجند، فلما عجز عن دفع الرواتب للجند قام الجند ب يعني الانقلاب عليه، فهرب الى دمياط، ثم قاموا بالقبض عليه وحبسوه في القلعه، وكده تم عزل مين؟ خسرو. يبقى اول والي
كان موجود في فترة الفراغ السياسي وتم عزله، هو خسرو باشا اللي تم عزله بواسطة الجند. بعد خسرو باشا تولى طاهر باشا، وطاهر باشا ده كان قائد فرقة الأرناؤوط والألبان مع بعض، وبنجد إن هو رجل عثماني، فالجنود ولوا عليهم، ولكن ساءت أحوال البلاد في عهده، ولما عجز عن دفع الرواتب قاموا بقتله. الجنود قاموا بقتل مين؟ طاهر باشا. ولما اتقتل طاهر باشا الجنود راحوا معينين احمد باشا اللي كان متولي والي على المدينه المنوره، وفي ذلك الوقت كان يمر بمصر، فجنود الاتراك عينوه والي على مصر بدلا من طاهر باشا الذي تم قتله. ولكن هنا فعل ايه بقى محمد علي؟ قام محمد علي بالتحالف مع المماليك من أجل إبعاد الوالي أحمد باشا عن مصر، وفعلا قاموا بتهديده لكي يبتعد عن حكم البلاد، ولم يستمر في الحكم سوى يوما واحدا، وانتهى الأمر بموافقة أحمد باشا على الرحيل من مصر بعد أن كان قد حكم البلاد لمدة يوم واحد، وتم هنا طرد القوات العثمانية من القاهرة، وكده أصبح منصب الوالي خاليا. في ذلك الوقت السلطان كان عين واحد جديد اسمه علي الجزائري واليا على مصر، ولكن المماليك قتلوه قبل ما يصل للحكم، ومقتل علي الجزائري انتهى مظهر السلطة الخاص بالدولة العثمانية. وهنا محمد علي قائد اللي أصبح هو قائد الجيش العثماني اللي هي الأرناؤوط والألبان، وبدأ محمد علي يعني يرتب أوراقه من أجل التخلص من أعدائه. فنجد أن محمد علي وجد أن من ينافسه في حكم البلاد هو البرديسي. في ذلك الوقت جاء الألف من إنجلترا، فشعر محمد علي بازدياد قوة المماليك، ولكن عداء البرديسي للألف أدى إلى اشتعال الحرب بينهما. حاول البرديسي يقبض على الألف، ولكن الألف هرب إلى الصعيد. في ذلك الوقت تولى البرديسي حكم البلاد. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان بعد مقتل طاهر تولى احمد، وبعد عزل احمد تولى الجزائري، وبمقتل الجزائري لم يعد للعثمانيين وجود في البلاد ولا سلطة، ثم جاء بعد ذلك مين؟ البرديسي. في عهد البرديسي ساءت احوال البلاد بسبب نقص فيضان نهر النيل، ففرض ضرائب باهظة البرديسي، وهنا مع فرض الضرائب الشعب عمل ثورة 1804. ما أسباب ثورة 1804؟ بسبب ظلم الوالي البرديسي للشعب وفرضية الضرائب الباهظة. طب ما هي نتائج الثورة؟ أعلن محمد علي انضمامه للشعب، وتعهد لهم إنهم سيقوم بإلغاء الضرائب ويخلصهم من ظلم إيه؟ المماليك. هنا محمد علي طلب من جنوده حفظ الأمن والنظام في البلاد، وتعهد أمام العلماء إن هو هيلغي الضرائب، وتعهد أمام العلماء إن هو هيخلصهم من ظلم اللي المماليك. كده محمد علي كسب ثقة الشعب. يبقى ما أسباب ارتفاع مكانة محمد علي لدى الشعب المصري خلال ثورة 1804؟ لأنه وقف معهم وتعادلهم بإلغاء الضرائب والتخلص من المماليك، وفعلا محمد علي هاجم على المماليك، فهرب البرديسي إلى الصعيد ولم يعد هناك منصب للوالي. في ذلك الوقت عرض محمد علي على الجنود تعيين خسرو مرة ثانية، ولكنهم رفضوا، وانتهى الأمر بأن محمد علي اقترح عليهم يعين خورشيد باشا حاكم الإسكندرية العثماني، فوافقوا وتم تعيين خورشيد. وبإذن الله في الحلقة القادمة هنعرف إيه اللي حصل من خورشيد وظروف تعيين محمد علي واليا على مصر. وحتى ألتقي بكم أبنائي في حلقات قادمة، لكم مني كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح. كان معكم محمود عطية مواجه أول المادة، ولكم تحيات مهندس الصوت محمد عبد الرؤوف، وتحيات المشرف أحمد فهيم.